استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مكرماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية عمان 2040، ومشيداً في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. من جانبه أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكداً حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة السيد الرئيس إلى مسقط في يونيو 2022، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية. كما تبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق أرفع الأوسمة في البلدين، تقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. يتفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإهداء قلادة النيل إلى جلالته. يتفضل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان
بمنح أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسام عمان الأول أحد أرفع الأوسمة العمانية، وذلك تقديراً من لدن جلالته لأخيه فخامة الرئيس واعتزازاً بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.